إصدار الجديد هو رواية أنوار الفول، وهي تتمة وليست تكملة للرواية الأولى الضريح. أخذت على نفسي على أنني في كل سنة أصدر رواية. أولا كيكون الوقت الكافي للتأمل وللكتابة بواحد شكل رزين. وإحنا غادين 2020 كان الرواية الأولى، و2021 إحنا في الرواية الثانية إن شاء الله. ما سر وراء اهتمامك بالتراث المغربي؟ هو حاولت أنني ندير واحد القيمة مضافة من جهة على حسب ما أعتقده، أنني أحمل واحد القيمة مضافة فيما أخطه من عمل روائي. حاولت أن نرتبط بالتراث لأن لقيته أولا زاخر وممكن أن أحوله إلى ركح أخفي فيه أو أخفي عبره بعض الرسائل التي أود أن أبعث بها إلى القارئ، واللي أنا متأكد أن القارئ سيلتقطها. فاشتغلت على التراث، بغيت نضرب عصفورين بحجرة. أولا أعرف بها التراث على مستوى فن تبوريضة، على مستوى هياكل تأسيس أو تكوين ديال الجماعة، شيخ الجماعة، المقدم، الصربة، هذه المصطلحات كلها وضفتها، ولكن كان من وراءها واحد الخطاب دفين، واحد الخطاب فيه واحد الدلالة، واحد المغزى، واحد الإلغاز. نخلي القارئ هو اللي غادي يكشف عليه. نوار الفول، قليل فين كنسمعوا هاد التسمية هذه، فشنو الهدف ديالك من وراء هاد التسمية وشنو كتعني؟ اولا هو نوار الفول هو لون من الالوان، كيف كاين الاحمر والاصفر والاخضر، كاين واحد اللون سميتو نوار الفول. هذا نوار الفول كيكون في الخيل، غالبا في الخيل، وكيكون في الدواجن. وملي بحثت على انا هذا نوار الفول لقيت بانه مستعمل كلون في المغرب وفي الجزائر في شمال افريقيا، باقي الدول ما كيعرفوهش. هذا لون كيف كيكون؟ هو كيكون اما سواد منقط بالابيض او العكس، او بياض منقط بالاسود. فهذا اللون انا اختاريته كعنوان اولا باش نرسخ الفكره ديال الانتماء ديال الروايه للتراث المغربي، ومن جهه الدلاله ديال هذا اللون. هذا اللون عجيب، فهو اما بياض منقط بالاسود بمعنى كاين امل معه الم، او سواد منقط بالابيض وكاين الم معه امل. فهذا المزيج ما بين الامل والامل، الالم والامل، تصنع الحياه وتصنع الحركه. هو الكاتب غير مسؤول على العزوف ديال القراءة، أنا مجرد كاتب، أنا أقوم بما يوجب علي الضمير الأدبي، أنا أكتب. ربما لماذا لا يقرأ الناس، أو لماذا عزف الناس على القراءة، أو هل كانوا هما أصلا قارئين ثم عزفوا؟ هذا السؤال ممكن يتوجه على الصاهرين على الشأن الثقافي. أما أنا أكتب ولا يعنيني، من واحد الجهة لا يعنيني يعني أن يلقى ما أكتبه صدى، أو أنا أكتب وأحاول أن أوصل ما أكتبه للقارئ، ولكن غير مطلوب مني وغير مسموح لي أني ألزم القارئ بشي حاجة يقرأها يعني بالقهر أو بالجبر. لذلك فالكاتب يكتب وهو لا ينتظر من العمل دياله أنه يلقى إقبالا، لأن هذا متوقف على طبيعة. أنا أعتقد أنني أكتب للقارئ بصدق، ولا أريد أن أختلس منه زمنه الذي سيهدره في قراءة روايتي. فهذا الشيء كل شيء أنا استحضرته، وأنا عندي اليقين على حسب الاعتقاد ديالي على أنني كتبت وأنا بصدد كتابة أشياء أخرى أراها مهمة وأراها ملتزمة بقضايا الشعب وبقضايا الناس. هذا هو الشعار اللي خديت على نفسي، أنني لن أسمح لنفسي بأن أضيع وقت من يقرأ أو من يقرأ روايتي عبثا. كيف انا تعرضت لواحد بعض المحطات، لواحد ما اعتقد وما اعتبره انا خيل او اختلاس لزمني، في بعض الروايات اللي لقيتها في نهايه المطاف فيها واحد المتعه زائله، والحال اننا في حاجه الى ان يستنهض الادب الروائي مادام عجزوا بعض المؤسسات باش تقوم بهذا الدور في استنهاض الهمم ديال الامه، الهمم ديال العلم، ديال المعرفه، ديال المعارضه بمعرفه والمعارضة بحكمة، والثورة بعلم والثورة بمعرفة، باش ما نطيحوش في الفتنة وباش ما نطيحوش في الفوضى. هذا هو اللي اخترت على العاتق ديالي، لا في العمل الأول ولا في العمل الثاني، وأنا بصدد العمل الثالث.
كنعرفوك كصحفي مهني وكنعرفوك حتى كاتب وعندك مساهمات في القصص القصه وفي الزجل وفي الشعر ومجموعه ديال المجالات الادبيه. وبطبيعه الحال ما نساوش ان المهنه ديالك كمحامي، كيفاش كتقدر توفق بين المحاماه كمهنه وحتى العمل الادبي، يعني انك تفرغ للعمل الادبي؟ هو ما هادشي يعني ما يكذب لك شي واحد يقول لك لا رانا عندي شي خطه ولا. هو لك الانسان فيه الكتابه عنده حاله بحال الصوفيه، يعني حاله هي اكبر مني وهي تجتاحني. انا لا اكتب، انا تمنيت انني نكتب وقت ما اشاء وما نكتبش كاع، ولكن هذا الامر يتجاوزني. انا اللي كنتحدث معك دابا واخاطبك بصدق، انني اجد نفسي احيانا مضطر للكتابه قهرا، وكان شي واحد يعني وكان جماهير في الدواخل ديالي تحتني على الكتابه. اذا يعني انا بالنسبه لك الكتابه واحد المتنفس اللي كتفرغ فيه، هي اكبر من متنفس. الكتابه حكم يسري فيا قهرا وجبرا، الكتابه اكبر مني. الكتابه انا احيانا احرم نفسي من متعه النوم ومن متعه التجمع الاسري الصغير وانا اكتب، واحيانا اكتب وما اكتبه احلم به في الليل، والشخصيات تتعارك امامي شخصياتي، وهذا كيحتج لان حطيته هنا وهذا كندخل معاه انا طرف وكندخل. هذا الشيء كامل ربما عند باقي الكتاب هو شيء عادي. انا لا اكتب لانني اريد ان اكون كاتبا، انا اكتب لانني لقيت نفسي مضطر انني اكتب. لذلك فهذه المساله ديال الطقوس ديال الكتابه هي تختلف من شخص لاخر، ولكن في القاسم المشترك هو كاين فعل الكتاب. لذلك فانا عندما اكتب ليس قرارا، الروايتان لا الضريح ولا نور الفول، الروايتان معا كتبتاني، هما اللي كتبوني ماشي انا اللي كتبتهم. انا كنت مجرد قلم، وما الفكره تاتي بالعناوين ديالها بالتقديمات ديالها بالتفاعلات ديالها اكتبها. حتى انني بالنسبه لروايه الضريح كتبت ثلاثه الروايات ديال كتبت على ثلاثه النسخ، ولو انني ما صرعتش باش نطبعها كنت غنكتب النسخه الرابعه، وبالتالي طولت معايا الفكره بغيت نحسم. لذلك فالكاتب يكتب رواياته اكثر من مره. نكون غادي غير في السياره لواحد المسافه طويله ديال واحد الساعه، ممكن نبدل الاتجاه ديال الروايه، نرجع نعاود ثاني نبدلها، ملي غنبدلها خصني نرجع البدايه فين كان الاشاره، نرجع الوسط. هادشي كله كيخلق عندك واحد اللبس في راسك، ولكن استطيب هذا، هو الم جميل لكان عنده، هو ألم جميل وأمل مستطاب. أنا أبحث عنها، أنا كل ما لقيت واحد استشكلت علي الأمر ووصلت بالرواية لواحد العقدة ولواحد هذا، هذه هنا فين كيلقى داك علاش هما الكتاب وقلاف هما أقرب منهم المجنونين من العقلاء، على حساب المجنون والعاقل عندها واحد المعنى آخر، هو أن الكاتب لا يجد راحته إلا في تعذيب نفسه في الكتابة. يعني انت كتلقى متعه في الكتابه، وهي اللي هي اللي الكتابه ماشي انت اللي كتمشي لها وانما هي اللي كتجرك لها. تماما، هي حتى ان مثلا في الروايه ديال نوار الفول ما كانش عندي كاع فكره. انا نهيت الضريح، حطيت في الضريح واحد مجموعه من الاشارات اللي غنناقشوها من بعد على الثوره، كيف نثور. في الضريح كان سؤال كيف نثور، لا يمكن لواحد السيد ما دارش ثوره داخليه انه في اليوم الموالي يدير ثوره خارجيه، ما يمكنش. اذا لا بغينا نثوروا ونغيروا واحد النظام معين خصنا نكونوا مزودين ب ولا ملقحين بالمعرفه وبالحكمه وبالعلم. علاش؟ حيت في الثوره كنزيلوا واحد الشيء نعتبره فاسدا، خصنا البديل. وهنا قد جرنا ما وقع في ما يسمى بالربيع العربي، ما كانش ثورة وإنما كانت غضبة، وكان حالة نرفزة عند شعوب معينة حيدت ما تعتبره فسادا وملأته بالفراغ، وتحول ذاك الفراغ ارتد عليها ولينا في صراع وفي تطاحن، ولينا كنقولوا اللهم غير ذاك الفساد ويبقى الوضع على ما هو، أو إزهاق الأرواح بالمئات. لذلك فالثورة يجب أن تتطلب ثورة داخلية، وهذيك الثورة الداخلية تكون محصنة بالعلم والمعرفة باش نخلقوا البديل. إن فوا نحيدوا الحاجة اللي كانت بالنسبة لنا ما تصلحش، كنجيبوا البديل. هذا درسوا الضريح، لأن ديك الجماعة اللي غادا تخلع أو غادا تحيد الشيخ تهامي كشيخ ديال الجماعة كانت غطيح في هذه النقطة لولا المعلم رشيد. وملي كنقول المعلم رشيد كنقصد به العلم والمعرفة اللي غادي يقول لهم لا،
ما تحيدوش لينا شيخ وتجيبوا شيخ ديال الجماعه، راه بحال بحال. غادي نتحيدوا شيخ وغادي نتبدلوا الهياكل ديال المشيخ، بمعنى غتولي عندنا جمعيه عندها رئيس عندها اعضاء عندها قانون اساسي، هذا هو الدستور، وتعقد دوراتها بشكل منتظم وفيها الانتخابات، وجيبوا معكم حتى النساء، والنساء راه ما داروش غير في البوادي، داروا غير داروا باش يكونوا النصف ديال القوى، ودخلوا معكم هذا الشيء، واحسن انك تستعن بالنصف الاخر، احسن ما يبقى عندك النصف اللي هو الرجل. وكون هذه الفكره ودار لهم ثوره داخليه صدمهم، قالوا كيفاش ما يمكنش احنا الجماعه ديالنا تولي معنا مراه؟ لا ما يمكنش. وفعلا داروا المراه، والمراه كانت عندها اراء سديده، وفهموا بانهم كانوا يعني مضيعين واحد الطاقه حاطينها في واحد المكان مهجور. في نوار الفول غادي يجيو اعداء الثوره اللي شافوها نجحت وبدات كتحقق المكاسب، وغيبان لهم على ان الامتداد ديالها كيشكل عليهم خطوره. هنا غادا التواطؤ، انا ما بغيتش نحرق، لا بغيت نخلي، انا بغيت غير كيدير نوع من التشويق، ندير واحد التوابل ديال التشويق على الروايتين. غادا تجي، غادي يجي القيد ومعاه المقدم والشيخ باش يجيب واحد الدوار مناوئ ودخيل، ويتهم انه مغتصب الاراضي اللي هو دوار ولاد الشراضي، والخصوم ديالو كيناديوه بدوار ولاد الشر، وغادي يجيو باش يقتحموا داك المجمع ديال الدواوير اللي ناكراهم او مقاطعهم، وغادي يلقاو لهم هنا، غادي ينظم لهم القيد ايام التبوريضه، الايام السته للتبوريضه اللي هي اسقاط على حرب الايام السته. وتما فين غادي يوقع الغدر، نخلي القارئ تما فين غادي يموت الحصان او الفارس، الحصان ديال نوار الفول، لان يعني نوار الفول هو واحد الحصان كان كيتسمى نوار الفول قاهر الخيول، ولكن الفارس ديالو غيتواطئ مع الاعداء وغادي يطيحوا في المحرك، وغيوقع واحد المشهد دراماتيكي انا شخصيا كنقراه والله الا كنتبورش بعض المرات لدرجه اني كنبكي، لان انا عاشق للخيول وركبت على الخيل واعشق التبوريضه، وعندي واحد العلاقه مع الفرس، علاقه بحال اللي كندوي انا وياه. انا يعني كنشوف فرس كنلقى في ملي كنشوف دابا شي فرس جار شي عربه ومحل، كنحس به عنده واحد الملف مطلبي ديالو كيولي رانا ماشي بلاصتي هذه. فلذلك انا حاولت في التبوريضه حطيتها كاسقاط لواحد العمل، نخلي القارئ غيشوفها على الضريح، ولو انني حاولت ما ربطش الضريح بنوار الفول. ممكن تقرا نوار الفول بتجربه عن الضريح وتفهم الحلاوه، هي تقراهم بجوج لان فيها واحد كاين امتداد نوار الفول وامتداد الضريح. واللي خديت على العاتق ديالي على انني ندير الروايه الملتزمه اللي فيها واحد نفس علمي، ماشي غير اولا المسائل العاطفيه حاولت نجرد منها، المسائل العاطفيه الاجتماعيه راه مواليها، ما الجدوى انني غنكتبها ولا كاع وظفتها غنوظفها في اطارها الملتزم. هذا لا تعني على انني يعني كاره للعلاقات العاطفيه، ولكن في اعمالي كيبان لي الاولويات اسبق. تحاول تجرد من العاطفه، لذلك في كل روايه خديت على العاتق ديالي انني ندير فيها واحد موضوع فقهي خلافي. في الاول ناقشنا في الضريح المنهجيه المعتمده في تصحيح الكتب، هذه الكتب الصحيحه او المسمات الصحيحه، السؤال اللي كان مطروح واش المنهج اللي اعتمدوه المصححين كان منهج علمي ولا غير علمي؟ هذا سؤال مجرد بريء من كل تهمه. واش شيخ من المشايخ فاش حقق الكتاب ديالو هذوك الاساليب اللي اعتمد عليها واش علميه ولا غير علميه؟ لان المناهج العلميه هي مناهج كونيه، ملي بان الانسان وبانت معاه الثقافه الى حدود الساعه ما تبدلش المنهج العلمي. كان سؤال، وكان في شكل مناظره ما بين واحد السيد اللي هو معلم رشيد اللي كيمثل واحد الاتجاه، وما بين واحد الناس كيمثلوا واحد الاتجاه معين، علما انني حاولت انا نبقى محايد، نجيب كلام ما يعتبر اللي كيعتبر ان المنهج ما كانش علمي، ونجيب كلام ديال السيد اللي كيقول لا كاين علمي. في روايه نوار الفول وصلنا للمساله ديال الولي الامر الجائر، كان خلاف، فهناك بعض الاقوال المنسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم كتاكد على ان الحاكم الجائر طاعته واجبه ونوع من العباده، ولكن في القران الكريم يبغض الله تعالى الظلم والظالمين كيف ما بغات كل مره، وثم ان الانبياء فجاءوا كلهم قادوا ثورات على الظالمين. فهنا جاءت عاوتاني هذا الموضوع الخلافي ما بين حقيقه هذه النصوص وما بين مواجهتها النصوص قرانيه حاسمه قطعيه
قطعيه الثبوت. هنا كيبقى هذا الخلاف هذا. ما قلتوش انا باش ننتصر شي راي ما راي اخر. انا ملي كنكتب الروايه اتحول الى مجرد قارئ، انا نقراها وغير مطالب على انني نتبع القارئ نقول ليه لا راه تفهمتيني كامل. انا كتبتها واصبحت مجرد قارئ لها. اللي فرق بيني وبين القارئ هو انا سميتي كاينه، اما هي اصبحت ملك مشترك جماعي الجميع، هي ملك لكل من وقعت بين يدي. شكرا لك بزاف على هذا الوقت اللي عطيتينا وعلى هذا الرحاب الصدر ديالك وعلى هذه المعلومات الكثيره اللي عطيتينا حول الاعمال ديالك بجوج. مرحبا. الاصدار الاول الاصدار. مرحبا. انا نيابه على الضريح وعلى نوار الفول كروايتين كنشكركم، ولان الدعم الا كان شي دعم هو دعم للروايتين، انا مجرد ناقل لهما. انا كنشكركم وقراءه ممتعه.